بس لا تفكر رح تنفد، رح تاخد عقاب كل شي عم تعمله، وما في شي غلط منعمله بالحياة إلا مندفع ثمنه، وبالأخص الشر والأذية اللي عم تعملون. رح تندم على كل تصرف وعلى كل كلمة قلتها، وأكيد ما رح تلاقي مين يساعدك. لهيك لازم ترجع تفكر كتير منيح قبل ما تعمل شي ما فيك تتراجع عنه. خلص اسكت، خلص تعالي ورا. بسببك زوجك وقف بوشي أنا، وهلأ بسبب كلامك هاد كل العالم حياتهم بخطر، فالأحسن الكل يضلوا ساكتين. اسمعوني منيح كلكن، إذا حدا بيحكي أو ما بيعمل الشي اللي طلبته أنا رح خلص عليها بالأول قدامكن، وبعدها رح خلص عليكن كلكن. بعد شيل إيدك، إذا بتمد إيدك عليها مرة تانية بقتلك. لا كتير حلو، أنت بتحبها كتير وهي بتحبك أكتر، أنت عم تقاتل مشانها وهي كمان، شو كل هالحب؟ بس مع الأسف رح يخلص اليوم بموتكن. أعطيني كندرتك. شو؟ عم قلك أعطيني كندرتك. ليش بشو بدك تورطينا هلأ؟ أنت اعمل اللي عم قلك ياه وبس، بسرعة خلصني. هو مو قال إذا حدا بيعمل أي شي طلبته لاكشمي رح يقتلها قدامنا؟ هذا هو الوقت المناسب لتموت وارتاح منا. هلأ إذا رميت الكندرة عليه رح يجن ورح يعصب كتير ورح يقتل لاكشمي، أكيد رح ينفذ كلامه. بعدين ريشي رح يصير إلي. قديش قتلتي عالم ها؟ كيف حطيتي السم بالأكل؟ مين رماها؟ مين يلي مشتهي الموت هون؟ لك شو عملتي؟ رح يعرف انها إلي ويخلص علي، رح موت بسببك. مو انت يا زكي، هاي لاكشمي. هاي كندرة جلد، لهيك أخي عم يسعد. بيتحسس من الجلد، هيك ما رح يوقف سعله. هاي جيب لي أنية مي بسرعة. خود هاي مي. أعطيني. أنت منيح معلم؟ يلا اطلعوا بسرعة، اطلعوا بسرعة، يلا بسرعة اطلعوا، يلا يلا لبرا 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 بسرعة. يلا يلا تحركوا بسرعة، يلا أهانة امشي، خلونا نطلع. خلص لا تناقشي، يلا لاكشمي أنا رح آخذ ماما وبابا وأهانة، بس أنت اطلعي هلا من هون بسرعة. ليش ما عم تفهمي؟ بدك إياني موت هون يعني؟ خلص خليكي هذه خديها معك واطلعي، يلا هي حامل انتبهي عليها. يلا لاكشمي بسرعة بسرعة اطلعوا لبرا، يلا بابا هلا بتصير أحسن. يلا 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 على مهلك أمي. يلا هلا اهدى، يلا بسرعة. شالو يلا شالو، امشي 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 ام